الدرس الأول من الباب الثالث: الدراسات التجريبية والمسحية والقائمة على الملاحظة. هذا الباب يتحدث عن أحد فروع علم الرياضيات وهو علم الإحصاء. والإحصاء كلمة كثيرا ما نسمعها من وسائل الإعلام ونقرأها في الجرائد والمجلات وكذلك في الصحف الإلكترونية. ومن أهم المبادئ الأساسية في الإحصاء هو معرفة البيانات المناسبة والتي تجيب على أسئلة الباحث حول ظاهرة يهتم فيها. وكذلك من المهم أن يعلم الباحث أساليب جمع تلك البيانات. ومن هذه الأساليب التي يستخدمها الباحث في جمع البيانات هي الدراسات التجريبية والدراسات المسحية والدراسات القائمة على الملاحظة. ودعونا نبدأ هذا الدرس بأول نوع من أنواع تلك الدراسات التي تستخدم في جمع البيانات والتي يطلق عليها باسم الدراسات المسحية. إذن ماذا يقصد بالدراسات المسحية؟ هي دراسة تستعمل لجمع البيانات مثل سؤال الطلبة عن أفضل المواد لديهم في هذا العام الدراسي، أو سؤال طلبة الجامعة عن رأيهم في مكتبة الجامعة، أو سؤال مجموعة من الأشخاص عن رياضتهم المفضلة، هل هي كرة القدم أم كرة السلة أم كرة الطائرة أو أي رياضة أخرى من الرياضات المختلفة. وهذه الدراسات المسحية يمكن أن تقسم إلى نوعين. النوع الأول يطلق عليه باسم تعداد عام، ونسمي الدراسات المسحية بتعداد عام إذا شملت عملية جمع البيانات لجميع الطلاب في المدرسة بدون أي استثناء. أما إذا كانت الدراسة تشمل عدد محدد من الطلاب فإننا سنطلق عليها باسم عينة، كأن يتم اختيار عدد محدود من الطلاب مثل اختيار 100 طالب فقط. هذه العينة أيضا تقسم إلى قسمين. النوع الأول عينة متحيزة، وهي العينة التي تكون منحازة لفئة محددة مثل سؤال الطلاب المتفوقين في مادة الرياضيات عن أفضل المواد لديهم لهذا العام. من الطبيعي أن تكون الإجابة هي مادة الرياضيات، فلذلك نطلق على هذا النوع من العينات باسم عينة منحازة. أو مثلا الذهاب إلى ملعب كرة القدم وسؤال الحاضرين عن الرياضة المفضلة لديهم، من الطبيعي أن تكون الإجابة هي كرة القدم. أما النوع الآخر من أنواع العينة فيطلق عليه باسم عينة غير متحيزة، كأن يتم اختيار مجموعة من الطلاب بشكل عشوائي دون التحيز لفئة محددة. في هذا الجزء من الدرس سنتعلم طريقة تحديد ما إذا كانت العينة هي عينة متحيزة أم غير متحيزة. ولنبدأ بالمثال رقم 1. يقول المثال: حدد ما إذا كانت كل دراسة مسحية فيما يأتي تتبنى عينة متحيزة أو غير متحيزة، وفسر إجابتك. الفقرة الأولى: سؤال كل عاشر شخص يخرج من قاعة الندوات عن عدد مرات حضوره ندوات ثقافية لتحديد مدى دعم سكان المدينة لتلك الندوات الثقافية. لو لاحظنا هذا المثال لوجدنا بأن تلك الدراسة تم تخصيصها لفئة محددة من سكان المدينة، وهي فئة الأشخاص الذين اعتادوا على حضور الندوات الثقافية. فلذلك سنقول بأن هذه العينة هي عينة متحيزة، لأن الأشخاص الذين تم سؤالهم قد يختلفون عن سكان المدينة، والسبب لأنهم ممن اعتادوا على حضور تلك الندوات الثقافية. ولكي تكون هذه العينة غير متحيزة فلابد أن يتم توجيه ذلك السؤال إلى سكان المدينة وليس إلى الأشخاص الذين اعتادوا على حضور الندوات الثقافية. ننتقل الآن للفقرة الثانية: استطلاع آراء أفراد في سوق الماشية لمعرفة ما إذا كان سكان المدينة يحبون تربية الماشية أو لا. لاحظ بأن هذا الاستطلاع كان موجه لفئة محددة من سكان المدينة، وهي فئة الأفراد الذين يعملون في سوق الماشية، فلذلك لا نستطيع أن نقول بأنها عينة غير متحيزة وإنما عينة متحيزة، والسبب لأن المجموعة التي تم مسح رأيها لا تمثل رأي أهل المدينة، لأنهم غالبا ممن يحبون تربية الماشية، فلذلك من الطبيعي أن تكون إجابتهم بنعم. ننتقل الآن للفقرة الثالثة: يحتوي صندوق على أسماء طلاب المدرسة جميعهم، وسحب من الصندوق 100 اسم بشكل عشوائي، وسئل أصحابها عن رأيهم في مقصف المدرسة. بما أنه تم اختيار أسماء الطلاب بشكل عشوائي فإننا في هذه الحالة نستطيع أن نقول بأن هذه العينة هي عينة غير متحيزة، فلذلك سيكون رأيهم عن مقصف المدرسة هو رأي عادل. دعونا الآن ننتقل إلى مثال إضافي
نتعلم أيضا من خلاله طريقة تحديد ما إذا كانت العينة متحيزة أو غير متحيزة. الفقرة الأولى سؤال كل لاعب في فريق كرة السلة عن الرياضة التي يحب مشاهدتها على التلفاز. لاحظ بأن السؤال تم توجيهه لفئة محددة وهم لاعبو فريق كرة السلة، فلذلك من الطبيعي أن تكون إجابتهم متحيزة لكرة السلة، أي أن هذه العينة هي عينة متحيزة. الفقرة الثانية الذهاب إلى ملعب كرة القدم وسؤال 100 شخص اختيروا بشكل عشوائي عن رياضتهم المفضلة. على الرغم من أن الأشخاص تم اختيارهم بشكل عشوائي، ولكن هذه العينة هي عينة متحيزة لأنه تم اختيارها في ملعب كرة القدم، لذلك من الطبيعي أن تكون إجابتهم هي كرة القدم، إذن هذه العينة هي عينة متحيزة. ننتقل الآن إلى مجموعة أمثلة إضافية نتعلم أيضا من خلالها طريقة تحديد ما إذا كانت الدراسة المسحية تتبنى عينة متحيزة أم غير متحيزة. رقم 1 استطلاع رأي كل شخص ثالث يخرج من مطعم للمشويات لمعرفة الوجبة المفضلة للناس. عملية الاستطلاع استهدفت فئة محددة من الناس وهي الفئة التي كانت في مطعم المشويات، فلذلك فإن إجابتهم ستكون متحيزة لهذا النوع من الأطعمة، إذن هذه العينة تعتبر عينة متحيزة. رقم 2 الاستفسار من طلاب صف معين من المتميزين في مادة العلوم عن أفضل المواد لديهم. هذا الاستفسار تم توجيهه لفئة محددة وهي فئة الطلاب المتميزين في مادة العلوم، لذلك من المتوقع أن تكون إجابتهم هي مادة العلوم، أي أنها إجابة متحيزة. رقم 3 الاستفسار من الطالب الذي ترتيبه 20 من كل 20 طالب يخرجون من المدرسة عن الطالب الذي سيصوتون له في انتخابات المجلس الطلابي. هذا الاستفسار موجه بشكل عشوائي ولا يستهدف أي فئة محددة من الطلاب، فلذلك نستطيع أن نقول بأن هذه الدراسة هي دراسة مسحية غير متحيزة. رقم 4 استطلاع آراء طلاب في كلية الطب لمعرفة المهنة المستقبلية المفضلة لدى الشباب. عملية الاستطلاع استهدفت طلاب كلية الطب، كان من المفروض أن تستهدف أي فرد من أفراد المجتمع وليس لطلاب كلية الطب، لأنه من الطبيعي أن تكون إجابة أولئك الطلاب بأن المهنة المستقبلية المفضلة هي مهنة الطب، أي أن هذه الدراسة المسحية هي دراسة متحيزة. دعونا ننتقل إلى تصميم الدراسات المسحية. في هذا الجزء سنتعلم طريقة عمل دراسة مسحية من خلال طرح مجموعة من الأسئلة الغير متحيزة، ودعونا نبدأ بالمثال الثاني. يريد خالد أن يحدد أفضل الأماكن للرحلة المدرسية، ما هي الأسئلة التي تعطي الإجابة التي يبحث عنها ولكن دون تحيز؟ نبدأ بالسؤال الأول، هل تحب الذهاب إلى مركز الملك عبد العزيز التاريخي؟ هل هذا السؤال يعطي إجابة لسؤال خالد عن أفضل الأماكن للرحلة المدرسية؟ الإجابة هي لا، والسبب لأن هذا السؤال منحاز إلى مكان واحد فقط وهو مركز الملك عبد العزيز التاريخي، فلذلك سنقول بأن هذا السؤال هو سؤال متحيز. السؤال الثاني، هل تحب الذهاب إلى حديقة الحيوان أم إلى متنزه سلام؟ هل من خلال هذا السؤال يمكن أن نحصل على إجابة لسؤال خالد وهي معرفة أفضل الأماكن للرحلة المدرسية؟ الإجابة هي لا، لأن هذا السؤال منحاز إلى إجابتين فقط، إما حديقة الحيوان أو متنزه سلام، فلذلك سنقول بأن هذا السؤال هو سؤال متحيز. السؤال الثالث، أين تفضل أن تذهب في الرحلة المدرسية؟ هذا السؤال هو سؤال شامل لا يتحيز إلى إجابة محددة، فلذلك سنقول بأن هذا السؤال يجيب عن سؤال خالد، أي أنه سؤال غير متحيز. دعونا نأخذ مثال إضافي لتثبيت هذه الفكرة. المثال يقول، أي مما يأتي يحدد أفضل مادة إلى الطلاب ولكن دون تحيز؟ السؤال الأول، هل تفضل المادة التي خرجت من حصتها الآن؟ هل من خلال الإجابة على هذا السؤال نستطيع معرفة أفضل مادة بالنسبة إلى الطالب؟ الإجابة هي لا، لأن هذا السؤال متحيز إلى مادة محددة وهي تلك المادة التي خرج من حصتها ذلك الطالب قبل قليل، أي أن هذا السؤال متحيز. السؤال الثاني، أيهما تفضل أكثر، العلوم أو الرياضيات؟
هذا سؤال متحيز لمادتين فقط، ولا يمكن معرفة أفضل مادة بالنسبة لذلك الطالب من خلال هذا السؤال. إذن هذا السؤال هو سؤال متحيز. السؤال الثالث، ما هي مادتك المفضلة؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال تحتمل كل الاحتمالات. قد تكون مادة الرياضيات أو العلوم أو الفيزياء أو الكيمياء أو أي مادة أخرى، فلذلك سنقول بأن هذا السؤال هو سؤال غير متحيز، ويمكن من خلاله معرفة أفضل مادة بالنسبة إلى الطلاب. دعونا ننتقل إلى تدريبات إضافية نتعلم من خلالها طريقة تحديد الأسئلة الغير متحيزة، ونبدأ بالسؤال الأول. يريد زاهر أن يحدد فريق كرة القدم الأكثر شعبية في المملكة، ما هو السؤال الذي من خلاله نستطيع الحصول على الإجابة المطلوبة بشكل أفضل؟ السؤال الأول، ما اسم فريق كرة القدم الذي تفضله في مدينة الرياض؟ طبعا هذا السؤال هو سؤال متحيز. حتى نجيب على هذا السؤال فإننا سنختار أحد الأندية التي تلعب في مدينة الرياض وليس في المملكة بشكل عام، فلذلك سنقول بأن هذا السؤال هو سؤال متحيز. السؤال الثاني، ما اسم فريق كرة القدم الذي تفضله في المملكة؟ هذا السؤال هو سؤال عام، لا يتحيز لأي فريق أو نادي محدد، ولا يتحيز لأي مدينة معينة، فلذلك نستطيع أن نقول بأن هذا السؤال هو سؤال غير متحيز. السؤال الثالث، ما مدى تقديرك لفرق كرة القدم في المملكة؟ الإجابة على هذا السؤال لا تعطينا الإجابة المطلوبة التي نريد أن نحصل عليها في الدراسة المسحية، فالمطلوب في الدراسة المسحية هو معرفة فريق كرة القدم الأكثر شعبية، وليس مدى تقديرك لفرق كرة القدم في المملكة، أي أن هذا السؤال لا يتناسب مع الدراسة المسحية التي نريد أن نقوم بها. ننتقل الآن للفقرة الثانية. يريد سليمان أن يحدد الرغبة في تكوين أول نادي للشطرنج في المدرسة. إذن هناك احتمالان لتحديد تلك الرغبة، إما نعم أو لا. فدعونا نبدأ بالسؤال الأول، في أي يوم ترغب في أن تتأخر في المدرسة؟ هذا السؤال ليس له علاقة بالدراسة المسحية، أي أنه سؤال غير مناسب لتلك الدراسة. السؤال الثاني، هل تحب الشطرنج؟ هذا السؤال أيضا لا يعطينا الإجابة المطلوبة لتلك الدراسة المسحية، فمعرفة مدى حبنا للشطرنج لن نستطيع من خلاله تحديد الرغبة في تكوين النادي أم لا، لأنه قد أكون من الطلاب الذين يحبون لعبة الشطرنج ولكن لا أرغب في تكوين نادي للشطرنج في المدرسة. إذن هذا السؤال لا يناسب الدراسة المسحية. السؤال الثالث، هل تحب أن تنضم إلى نادي الشطرنج في المدرسة؟ عملية الانضمام لنادي الشطرنج تعني أنني أرغب في تكوين نادي للشطرنج في المدرسة، أي أن هذا السؤال هو السؤال الأنسب لتلك الدراسة المسحية، فلو كانت الإجابة بنعم فهذا يعني أنني أرغب في الانضمام لذلك النادي، وإذا كانت الإجابة لا فهذا يعني أنني لا أرغب في الانضمام إلى نادي الشطرنج. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. يريد هاني أن يتعرف إلى الطالب المثالي في المدرسة، ما هو السؤال الأنسب لهذه الدراسة المسحية؟ السؤال الأول، من ترى أنه الطالب المثالي في المدرسة؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد من هو الطالب المثالي في المدرسة، وهذا سؤال غير متحيز. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل تفضل الطالب الذي لا يبادر بالمساعدة أم الذي يبادر بها؟ الإجابة على هذا السؤال محصورة ما بين احتمالين، إما أنني أفضل الذي لا يبادر بالمساعدة أو الذي يبادر بالمساعدة، وبالتالي لن أحصل على الإجابة التي أبحث عنها وهي الطالب المثالي في المدرسة، لأن هذا السؤال ليس له علاقة بتلك الدراسة المسحية. السؤال الثالث، إذا طلب إليك إبداء الرأي فهل تفعل؟ إجابة هذا السؤال إما نعم أو لا، ولكن هل تعطي إجابة للدراسة المسحية التي أبحث عنها وهي معرفة الطالب المثالي في المدرسة؟ الإجابة هي لا. إذن السؤال الأول هو السؤال الأنسب لتلك الدراسة المسحية.